remember we met. I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ أهلا فيكم بفيديو اليوم. هو فيديو انعمل في ظل أجواء أزمة الكورونا اللي تسببت بحجرنا في البيوت، وإن شاء الله تضلوا بصحة وعافية يا رب. لهيك عملت فيديوهين ونزلتهم على حسابي على التيك توك وعلى الانستغرام، وحكيت خليني برضو أجمعهم وأفيد الناس على اليوتيوب. الأول بحكي عن كم شغلة نتسلى فيهم أثناء فترة الحجر بحديقتنا أو ببلكونتنا، والثاني عن أعشاب ممكن تكون متواجدة برضو بحديقتنا أو بلكونتنا ممكن تفيدنا لتقوية المناعة. لكن بالأول بدي أجاوب على سؤال، شو نزرع بالربيع؟ عنا التوليب أو تيوليب أو كرنشوة، وعنا جازانيا، في كمان شقائق النعمان، الريحان، الهيدرا، والكنة الهندية، والجيرانيوم، فم السمكة، هايسينث، والفيكاس. وهلا خلينا نشوف شو الأشياء اللي لازم نعملها خلال الحجر. أول شي نحاول نحيط حالنا بأشياء خضرة ونباتات لأنها بتعطينا شعور بالحياة. رقم 2، نعيد ترتيب الأحواض ونزرع أشياء جديدة ونشيل الأشياء القديمة والميتة. ثالث شي الانتظام بالري أهم إشي، ونطلع نتفقد النباتات كل يوم. وآخر شي نقعد بين نباتاتنا ونشمها ونضيف. وأي سؤال عن نباتات الزينة راسلوني على الصفحة انستغرام وفيسبوك.